ليه تكذب عليك بعدين يقول لك ابن عمك حسام تسمعها من غيري؟ ليه تسمعها من غيري؟ تسمعها من عنده بضده كذا صدق من هو ابن عمك. شنو شلون يعني؟ انا قاعد اقول لك مو ابن عم والله. انا رجال، انا رجال رماحي، واذا تقدر اويك اويك. هو رجال من البغانم، منين اجي ابن عمي؟ صديقي اللي كان بمثابة ابن عمي، يعني ما بيها شيء هاي. يعني ما اتبرى من ابن عمي بابس، ابن عمي شرف لي اللي هو كان صديق بمثابة ابن عمي، وانا قلت لك ابن عمي. ومن من غيره تسمح من عندي افضل لك يا عبود. وانا حاليا طالع كمان لك المايك يا عبود، اذا عندك شيء قوله. اخويا سالمين،